ازيكم يا حلوين في قناتي من تاني. والنهارده انا هفتح اوريكم حاجات للاطفال. الحاجات دي جايباها من اوب نادي وهفتحها معاكم. يلا بينا نشوف جبنا ايه. ده ايه ده؟ لا ده طلع كبار قوي. المقاسات اللي انا جبتها طلعت كبيره شويه غير مقاسات امازون. اوكي الكوتشي الابيض ده البايل بتاعه مش عاجبني to be honest، و يعني مش عاجبني قوي البايل بتاعه وشكل قماشته وشكل الماتيريال بتاعته مش حلو، مش عاجبني قوي. ده حلو، شكله حلو، شكله سهل في اللبس والقلع. جميل، مكتوب عليه اولد نيفي، اتس نايس. بس دوت اعينه اما البيبي يكبر شويه عشان ده مقاسه كبير. سو كيوت، ده مقاسه حلو. ده سو كيوت، حلو قوي، very nice. بالظبط زي التاني بس اللون ده، بس برضه يعتبر كبير شوية. very nice، بس I like it. بس حلوين قوي، بس ينفعوا اما يكبر اوكي مفيش مشكلة. وجبت الشرابات دي، انا جايباها كبيرة بقصد عشان هو عنده اصلا شرابات كتير قوي قوي، دي كبيرة شوية. It's very nice. احنا داخلين على الشتاء فده جميل جدا، عجبني جدا. It's 100% cotton. It's very nice, very cute. جايبة ده ممكن يبقى طقم ده على ده عشان شايفين نفس اللون، ومثلا الجزمة البرجندي خاطر يعني ده اللون ده بيليق على ده قوي. مفيش أحلى من الجينز. كيوت عشان خاطر الكريسماس، يعني في الفيديو النهارده من اوب نيفي. انا كنت جبت حاجات كتير من زارا، فاستنوا الفيديو دوت. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لي لايك، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا لي كومنتس تقولوا لي ايه رأيكم وتشجعوني وتحبوني، وكمان يا ريت تعملوا شير. وانا هعمل او هحط كل الحاجات اللي اشتريتها اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. بحبكم كتير، I love you.